شلونك؟ الله يسلمك. ان شاء الله مرتاح. الله يخليك. اليوم بخطاركم احنا. اهلا وسهلا. الله يخليك ويحفظك. استاذ غضير وصل؟ استاذ غضير وصل. بالصف؟ لا، بوجهه للسطح. للسطح؟ السطح بناية المدرسة. السطح؟ ما اعرف ان طريق السطح منه ولا منه طريق السطح. يلا خلينا نشوف. يلا تفضل. يا ابو السلام عليكم. اهلا. شلون الصحه؟ انس شلونك عيني؟ ان شاء الله مرتاح. زين ان شاء الله. حياك الله. طمنا عن وضعك. الحمد لله والشكر بخير. صحه زينه يا ربي ان شاء الله. عساك بالخير دوما. دوما ما زلنا نعمل يعني بكل همه وكل اخلاص في مقر عملي بنقابة الفنانين العراقيين. واليوم أنس أنت رجعتني إلى ذكريات. زين، أنا قبل أن نسولف بالذكريات، شو بالسطح شنو الموضوع؟ ها. ليش؟ أمنيتي كانت أن أصعد سطح المدرسة هاي مالتي وأشوف شكو فوق السطح، يعني يدفعني الفضول. فهسه من صعدت بعد هاي السنين شفت انه منا المنظر جميل جدا، يعني منظر القناة. يعني في وقتكم الاداره ما كان احد من الطلبه، خلينا نقول المشاكسين، ممكن يتسلل للسطح؟ ابدا، كان الانضباط عالي جدا. وكنا بهاي الايام نفس هسه ساعه التصوير هاي ايضا واحنا بالصف واحنا هنا فوق نسمع صوت الاذان، نسمع القران يشنف اذاننا. يعني بعض الاساتذه اللي كان يدرسونا فمن يصير وقت الاذان يسرع عن يصلي، يعني يخلي المراقب يمنه هو ولو ما يجوز، لكن شوف الناس ايش قد مؤمنه. شوف يا الناس سنة هذا تقريبا سبعينات، يعني سبعينات. سبعينات هاي ده شوف انس باوع، هاي القناه كانت من اجمل الاشياء. شارع القناه، قناه حزي. الجيش يسمونها شرق القناه. هاي كنا يعني نجي قبل وقت نوقف هناك نصيد مو سمك، يطلع لنا هيك زور صغار واكو فشي حشيش يسمونه شيخ اسم الله. اي ها شنو زين نطلعه وناكله. شوف البراءه. تمام. نعم. زين، يعني انا اريد اسالك سؤال استاذ غضير، انت فضلت انه تصعد اليوم على السطح ودا اشوفها، يعني سبحانك يا الله حاله غريبه هاي. نعم نعم. زين، انا اللي اعرفه انه انت تخاف من الطياره وتخاف من المرتفعات. لا عبرناها هاي الحاله. شلون عبرتها؟ سولف لي. انا اقول لك طبعا شوف، هو الله سبحانه وتعالى بيده كل الامور، حياتنا مماتنا نجاحنا رزقنا توفيقنا وما توفيق إلا من الله. صديق أشار إلي قال لي يا إحنا ما طالعين أبد، خلنا نطلع نسافر. قلت له وين نسافر؟ زين. قال لبنان. قلت له أوكي لبنان. طبعا وانش تشوف الأفلام القديمة كذا صباح وغيره وغيره، جمال لبنان، فدفعنا الفضول. قال له والطيارة؟ قلت له هو الرب واحد والعمر واحد. اقتنعت. كل حي بالدنيا عليه موت.